بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اليوم بنلتقي إن شاء الله في محاضرة جديدة بنتحدث فيها عن الثيرموغرافي وعن موضوع آخر بيتعلق بالريديوثيرابي. الثيرموغرافي أو التصوير الحراري كذلك يعرف بأسماء مختلفة مثل الإنفراريد ثيرموغرافي أو الثيرمال إيميجينج، وكمان ممكن تلقوه بأسماء ثانية زي الثيرموغرافيك إيميجينج أو الثيرمال فيديو، كلها أسماء مختلفة على مفهوم الثيرموغرافي أو التصوير الحراري. التصوير الحراري بيتم استخدام في كاميرات للكشف عن الانفراريد او الاشعة تحت الحمراء للطيف الكهرومغناطيسي اللي بيتراوح من 900 ل 14000 نانومتر او من 0.9 لحد 14 مايكرومتر، وثم يتم انتاج صور لهذه الاشعة بتسمى الثيرموغرام. وفي مثال هنا عندنا لصورة لسمول دوك بتاعة ثيرموغرام، وبنلاحظ عندنا تدرج للألوان يوضح درجة الحرارة يا إما على المئوية أو الفهرنهايت، وممكن نقدر نقارن درجة الحرارة في الصورة. مثلا عندنا هنا في منطقة العيون اللون الأصفر، ممكن نتخيل اللون الأصفر هنا هنا منطقة العيون، كذلك في الفم، وممكن في نفس اللحظة نعرف درجة الحرارة من المقياس بالجانب الأيمن. فكرة عمل الثيرموغراف أو ثيرموغرافي التصوير الحراري بتعتمد على قانون الإشعاع الجسم الأسود أو البلاك بودي راديشن لو، وهو إنه طبعا بيمتص كل الأشعة اللي بتسقط عليه، وبالتالي بيحرر راديشن ممكن نعمل لها كشف بواسطة الثيرموغرافي. طبعا كل الأشعة اللي بيحصل لها انبعاث من الجسم بتزيد مع درجة الحرارة، عشان كده الثيرموغرافي بيسمح بعملية الفاريشن أو التغير في درجة الحرارة. طبعا استخدام التصوير الحراري بدأ يزيد، خاصة اهتمت به الحكومات وبدأ يستخدم في مجالات مختلفة جدا مثل المطارات. برضو استخدموه أول ما استخدموه كان للكشف عن الاشتباه بحالة الإنفلونزا عام 2009. كمان تشمل الاستخدامات مقاومة الحرائق، الفاير فايترز بيستخدموا الثيرموغراف، وذلك لتحديد الدخان الأشخاص، وكذلك لتحديد البيز اوف ذا فاير المكان الأساسي لإطلاق الحريق. حتى الثيرمال ايميجينج او الثيرموغرافي كذلك استخدم في السيارات الحديثة زي اللكزري كار، وذلك لمساعدة السائقين في عملية القيادة. تحديدا في الكاديلاك 2000 بدأ أول استخدام للثيرمال ايميجينج. من المهم جدا ان نكون عارفين انه الثيرمال ايميجينج تعمل ديسبلاي للاماونت اوف انفراريد انرجي اميتد اللي بيحصل لها انبعاث، وترانسميتد اللي بتنتقل ان ريفلكتد، وكذلك بتنعكس بواسطة الجسم. وبسبب ده طبعا كان من الصعوبة جدا ان نحصل على درجة حرارة دقيقة جدا من الجسم.
الكلام اللي ذكرناه ممكن نلخص بالمعادلة إنه الـ incident energy بتساوي الـ emitted energy زائد الـ transmitted energy زائد الـ reflected energy. هنا صورة بتوضح استخدام الثيرموغرافي في المطارات، وزي ما قلنا إنه استخدم في الكشف عن حالة الإنفلونزا عن الفيروس H1N1. فوائد الثيرموغرافي ممكن تدينا فيجوال بيكتشر، بحيث انه درجة الحرارة over a large area can be compared، ممكن يعني نقارن درجة الحرارة في منطقة كبيرة جدا. وزي ما اخذنا المثال السابق، يعني لما نقوم بفحص او استخدام الثيرموغرافي في المطارات، نحن بنغطي شريحة كبيرة جدا من المجموعات في مناطق واسعة، وده اللي بيحصل انه نقدر نحصل على فيجوال بيكتشر، بحيث انه درجة الحرارة تغطي مكان كبير ونقدر نقارنها في مكان كبير. برضو it is capable of catching moving targets in real time. وثلاثة it is able to find deteriorating higher temperature component barrier to their failure, which can be used to measure or observe an area inaccessible or hazards for other methods. It is a non-destructive test method and it can be used to find defect in a sharp pipe and other metal or plastic parts. وكذلك برضو من فوائدها it can be used to see better in dark area. ودي طبعا الفائدة الأخيرة بتتعلق ممكن أكثر بال الفاير فايتنج اللي بيقاوموا الحرائق. طيب نكتفي بالحديث عن الثيرموغرافي وننتقل لموضوع آخر بنختم فيه إن شاء الله المقرر، وهو الفيزيكس أوف راديو ثيرابي. الراديو ثيرابي هو أحد العلوم اللي بيتم استخدام فيها الأشعة بطاقات عالية جدا، وذلك بهدف علاج الأورام. وهنا بنقصد جميع أنواع الأورام، إذا كانت أورام حميدة أو إذا كانت أورام خبيثة. الراديو ثيرابي بشكل عام بينقسم لقسمين أساسيين، وهما الاكسترنال ثيرابي والبراكي ثيرابي. في الاكسترنال ثيرابي بيتم استخدام مصادر مشعة أو باستخدام أشعة ذات طاقات عالية، وذلك بهدف علاج المريض. المصدر المشع أو الأشعة بتجي من مصدر خارجي ثم تصطدم بالمريض، ذلك بهدف العلاج. أما في البراكي ثيرابي وهو العلاج عن قرب، يتم استخدام مصادر مشعة داخل جسم المريض. افترضنا أن ده جسم المريض، ففي البراكي ثيرابي بنتم استخدام مصادر مشعة داخل جسم المريض. من أهم الأجهزة اللي بنستخدمها في الاكسترنال ثيرابي هو اللينير اكسلريترز أو المعجلات الخطية. وطبعا المعجلات الخطية عندها تطبيقات مختلفة وتطبيقات عديدة. اللي بيستخدم منها في المجال الطبي بنسميه Medical Linear Accelerators، وممكن نختصر أصلا كلمة Linear Accelerator في كلمة واحدة بنقول Linux. وهي في العادة Cyclic Accelerator تعمل على تعجيل الإلكترونات، تعجيل الطاقة الحركية للإلكترونات لحد ما تصل الطاقة إلى 4 ميجا إلكترون فولت، وقد تصل إلى 25 ميجا إلكترون فولت، يعني تتراوح من 4 إلى 25 ميجا إلكتريك فولت، باستخدام non-conservative microwave radio frequency. الفريكوانسي دي بتتراوح فيها من 1000 ميجا هيرز لحد 10000 ميجا هيرز.
مكونات جهاز اللينير الأساسية بيحتوي على جانتري وستاند بتقيف عليه الجانتري وموديليتر كابينت، وطبعا الكاوتش اوف ذا بيشن التيبل بتاعت المريض، ووحدة تحكم خارجي. لو جينا حبينا نلقي نظرة ونشوف نتعرف على فكرة عمل جهاز اللينير اكسلريترز، بنلاحظ انه اللينير اكسلريترز بيتكون، قلنا هنا الهيد طبعا دي كلها بنسميها الجانتري، وهنا الستاند اللي بتقيف عليه الجانتري. في البداية بيكون عندنا فيلمنت او فتيلة بيمر فيها التيار الكهربي من خلال الثيرمايونيك ميشن او الانبعاث الحراري، بتبدأ تتحرر الالكترونات من الفتيلة وتتوجه لما يعرف بالويف جايد تيوب. الجزء الاول ده بنسميه الالكترون جان. بعد ما تنتقل الالكترونات للويف جايد تيوب بتحصل عملية التعجيل داخل الويف جايد تيوب هنا. طبعا بنلاحظ انه في الويف جايد تيوب عملية التعجيل قلنا بيتم من خلال استخدام فريكوينسي بتتراوح من 1000 الى 10000 ميجا هرتز. الفريكوينسي بيتم ضخها من المصدر هنا اللي هو ده المايكرويف باور سورس اللي بيغذي الويف جايد بالفريكوينسي المطلوبة. الويف جايد بيتكون من كافيتي تبدأ تتغير في القطبية، هدف الفريكوينسي انه يغير القطبية على حسب مسار الالكترونز. نحن عارفين ان الالكترونز دايما شحنتها سالبة، والقطبية هنا بتبدأ تتعدل بحيث انه مرة تكون بالشحنة موجبة ومرة تكون بالشحنة السالبة على حسب مسار الالكترون. ففي لحظة بيتم جذب الالكترون، وفي لحظة تانية بيتم دفع الالكترون من خلال بسبب التنافر مع الشحنة، وبالطريقة دي بيتم تعجيل او تسريع الالكترون لحد ما يصل للطاقة المطلوبة. هنا في الجزء الجانتري بيكون عندنا ماجنت، هدف الماجنت انه يغير زاوية انحراف الالكترون ب 360 درجة. كذلك طبعا بيكون عندنا ستيرينج فوكسينج كويلز. مهمة الكويل انه تقوم بتوليد مجال مغناطيسي، وذلك بسبب تحديد مسار الالكترون داخل منتصف الويف جايد. تصل هذه الالكترونات بطاقة، تصل الى طاقات عالية، قلنا الطاقات ممكن تتراوح من 4 الى 25، وفي المعجلات الخطية ذات الطاقات المنخفضة اللو ميجا فولت بتتراوح من 4 إلى 6، وفي أنواع تانية بتدعم الهاي انرجي ممكن تتراوح لحد 18 ميجا إلكترون فولت، وكذلك بتدعم العلاج بوسط الإلكترونات فقط أو الإكس راي. إذا كانت إلكترونات الطاقات حتكون متعددة 6 9 12 16، وممكن يكون 22. كيف ممكن يتم العلاج بواسطة الإلكترونات أو بواسطة الإكس راي؟ عندنا هنا هدف مصنوع غالبا من التنجستن بتصطدم فيه الإلكترونات. مجرد ما تصطدم الإلكترونات بهدف التنجستن تبدأ تتولد معانا إكس راي بيتم استخدامها للعلاج الأورام. ممكن نشيل الهدف طبعا ويتم علاج الأورام بواسطة الإلكترونات مباشرة. طبعا عملية اصطدام الالكترونات بالهدف بينتج عنها درجة حرارة عالية، وبيتم التبريد. طبعا بيكون عندنا نظام تبريد كامل للجهاز باستخدام الماء. كمان عندنا كولوميتر او المعروف بالمحدد، يحدد مجال او مسار اتجاه الاشعة، ودائما بيكون مصنوع في الغالب من الرصاص. كذلك عندنا زوج من غرف التأين. الهدف من غرفة التأين هي انه تقيس الجرعة الإشعاعية المستهدفة للعلاج.
أما الغرفة غرفة التعين الثانية هي بتكون احتياطي لغرفة التعين الأولى في حالة تعطل غرفة التعين الأولى. في مجموعة حقيقة من الأجيال الخاصة بالمعجلات الخطية، على سبيل المثال عندنا اللو انرجي فوتونز بتتراوح طاقاتها من 4 إلى 8، او المينيوم انرجي فوتونز بتتراوح من 10 إلى 15، والهاي انرجي من 18 إلى 25. اللو انرجي فوتون بتدينا اكس راي بس، لكن الميديوم والهاي بدونا ممكن يدونا من عون نستخدم فيهم الاكس راي للعلاج، وكذلك ممكن نستخدم فيهم الالكترونز للعلاج. كل واحد فيهم بيتميز بخصائص مختلفة. في اللي موجود فيه فيكسد فلاتينج فلترز وسيمتريك زيوز، واما في انواع تانية مثلا بتكون فيها مثلا موتورايز ويدج او مالتي كيلومترز، وخصائص بتدعم كل واحد بتختلف من الاخر. دائما نحن في المعجلات الخطية بنحرص في عملية معايرة بتعتمد على انه نتأكد من انه في عملية المعايرة انه كل واحد سنتجري، طبعا نحن عارفين ان الجرعة الاشعاعية او الدوز ريت بنقيسه بالجري، عفوا الدوز بنقيسه بالجري، والجرعة المصغرة اللي بنتكلم عليها هي السنتجري. ففي اللينير اكسلريتر الوحدة اللي بنستخدمها هي المونيتور يونت، وبنرمز لها بالرمز ميو. وفي فكرة المعايرة دائما بنكون حريصين انه نعمل معايرة انه كل واحد مونيتور يونت لازم يطابق لجرعة اشعاعية تعادل 1 سنتيجريد. طبعا عملية المعايرة بتكون تحت ظروف محددة، مثلا ان يكون الحقل الاشعاعي 10×10 سنتيمتر مربع، وتكون الـ SSD اللي هي Source Skin Distance أي المسافة من مصدر الأشعة لحد جلد المريض تساوي 100 سنتيمتر. فدي الظروف اللي بنعمل فيها المعايرة. هنا صورة بتوضح طبعا شكل المعجل الخطي الحديث اليوم. طبعا زي ما ذكرنا هنا الكاوتش محل المريض، وهنا الستاند طبعا بالجانتري، وده الهيد اللي كنا بنشرح في جميع التفاصيل. الويب جايد تيوب بتكون موجودة هنا. في بعض الأجهزة كذلك بيتم استخدامها لعلاج الأورام في الاكسترنال ثيرابي، ولكن فكرة عملها مختلفة تماما من المعجلات الخطية، حيث يتم استخدام مصادر مشعة أو نظائر مشعة داخل هذه الأجهزة، ومثال لها جهاز الكوبل 60. طبعا نظير الكوبل 60 بيكون موجود داخل الجهاز، وده شكل الجهاز. طبعا الكنديين من اوائل الناس كان عندهم الجهاز واحتفلوا في الطوابع بذكرى لجهاز الكوبل. فالمصدر الكوبل 60 بيكون موجود داخل خزنة مصنوعة من الرصاص في وضع آمن جوا هنا، وبيتم تحريك المصدر من خلال الاير كومبريسنج، من خلال ضغط الهواء، لحد ما يصل المنطقة هنا. وطبعا المريض بيكون مستلقي على التيبل، ويتم علاجه بواسطة تشعيع الكوبل. وبعد انتهاء زمن العلاج بيرجع المصدر لمحله في الخزنة الآمنة. طبعا في خلال عملية علاج الأورام من المهم نكون عارفين انه في بعض القياسات الكثيرة جدا حقيقة اللي بيتم عملها لتحديد الجرعة الإشعاعية، وفكرة البلانينج او التخطيط في مجال الراديوثيرابي العلاج بالأشعة بتعتمد على عدة مبادئ، لكن أهمها في عملية المحاكاة أو السيموليشن إنه دائما نحنا بنعمل أفويد للكريتيكال أورجانز اللي بتكون سنسيتيف للراديشنز.
ونلاحظ نحن انه قبل شويه نحن عملنا هنا معايره انه كل واحد سنتيجريد يطابق لواحد مونيتر يونت، لكن مهم نكون عارفين انه الاورام اللي موجوده في داخل الاجسام بتكون على عمق مختلف، فممكن يكون مريض عنده ورم على عمق 2 سنتيمتر او 3 سنتيمتر او 4 سنتيمتر. عشان كده كان من الضروري جدا انه نحدد ما يعرف بالبرسنت ديبث دوز او نرمز له بالبي دي دي. عمليات تحديد النسبه او تصحيح الجرعه الاشعاعيه على حسب العمق بيتم اختبارها وقياسها، لكن ليس على المريض وانما على ما يسمى بالفانتوم او الووتر فانتوم. وطبعا بنستخدم المويه نحن لانه هي مكافئه لجسم الانسان، يعني 80 او 90% من جسم الانسان مويه، بالتالي بنعمل جميع الاختبارات على المويه، بيكون عندنا الفانتوم بشكل الفانتوم، والفانتوم زي ما قلنا بيكون مملوء بمويه معينه، ثم بنقيس بنستخدم غرفه تأين داخل المويه عشان نقيس هنا المسافه. طبعا بنعتبر ان سطح المويه هو عباره عن سطح جلد المريض لحد هنا، ده المصدر الاشعه من الجهاز، ومن على عمق بنسميه دي ماكس بنبدا نقيس الجرعه الاشعاعيه، وبعدين بننزل على عمق اخر وبنقيس الجرعه الاشعاعيه، وبعدين بننزل ثمانية على عمق اخر ثم على عمق اخر ثم على عمق اخر وهكذا، وفي النهايه بنقسم كل الجرعات الاشعاعيه اللي تحصلنا عليها على اول جرعه قسناها وبنضربها في 100. بالشكل ده طبعا بنحصل في النهايه على جداول كثيره موجود فيها العمق ومحدد كذلك فيها البرسنتج ديبس دوز الدوز، واكيد الكلام ده بيختلف من حقل لحقل، يعني بنكون هنا مستخدمين حقل معين مثلا 5 في 5، كذلك عندنا نتيجة تانية بتكون مثلا لحقل 10 في 10 وهكذا. طبعا مفهوم البرسنتج ديبس دوز ما بينجح معانا الا في الاس اس دي سيت اب، لكن لما نيجي نشتغل حاجه اسمها الايزوسنتريك سيت اب بيختلف معانا المفهوم، والسبب طبعا الطاقات الخاصه اللي استخدمت ما حنضطر نستخدم لها ما يعرف ببيلد اب كاب كبير، وبالتالي المفهوم هيحصل له بريك داون. عشان كده انتقلوا لحاجه اسمها التشو اير ريشو، وفي التشو اير ريشو بنقيس الجرعه الاشعاعيه، لكن بنقيس الجرعه الاشعاعيه في نقطه معينه داخل المويه، وفي نفس النقطه لكن على الهواء بنقيسها وبنقسم القيمتين على بعض عشان نحصل على ما يعرف بالتشو اير ريشو، زي ما هو موضح هنا على نقطه معينه في الفانتوم الووتر فانتوم بنقيس الجرعه الاشعاعيه، وعلى نفس النقطة في الهواء لكن بنبدأ نقيس كمان الجرعة الإشعاعية وبنقسم القيمتين على بعض عشان نحصل على ما يعرف بالتشو اير ريشو. هنا عندنا العلاقة بين البرسنتج ديبس دوز والتشو اير ريشو، طبعا في علاقة بيناتهم الاثنين، ممكن نستخدم واحدة من القوانين الموجودة على أساس إنه إذا كان موجود عندنا البي دي دي ممكن نحسب التشو اير ريشو، او اذا كان عندنا موجود الفاكس كده الفاكتر كمان ممكن نحسب البي دي. في كمان مفهوم ثالث بيستخدم اسمه التشو فانتوم ريشو، وممكن نستخدمه كذلك لتحديد حاجه اسمها البيم كواليتي، والفكرة فيه انه بنقيس الجرعة الاشعاعية في عمق معين، لكن بنلاحظ انه العمق غرفة التأين من سطح الووتر فانتوم بيختلف في المحاولة الثانية، يعني هنا بنقيس على المسافة من المصدر الاس اس دي بتكون مختلفة، وكذلك العمق غرفة التأين بيكون مختلف، فبنقيس على مسافات مختلفة لحد ما نحصل على التشو فانتوم ريشو.
الجدول اللي قدامنا بيوضح الحالات المرجعية اللي بيتم فيها تحديد الجرعة الممتصة داخل الماء، والكلام ده خاص فقط بجهاز الكوبل 60. طبعا التوصيات دي صادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حاجة اسمها التكنيكال ريبورت سيريز رقم 3388. التوصيات انه نستخدم الفانتوم اللي بنستخدمه لازم تكون المادة الموجودة داخل الموية، وغرفة التأين اللي بنستخدمها تكون اما سلندريكال او بلان بروتل، والعمق اللي بنقيس عليه يا اما على عمق اللي بنضع فيه غرفة التأين يا اما داخل الموية يا اما يكون 5 أو 10 سنتيمتر، وكذلك الاس دي ان تكون على مسافة 80 أو 100 سنتيمتر، والحقل الإشعاعي اللي بنستخدمه يكون 10 × 10 سنتيمتر. بالشكل ده بيكون انتهينا من المقرر، واتمنى لكم التوفيق. وحقيقة نحن لما قصدنا نمر على الريديوثيرابي انه نديكم فكرة عن طريقة العلاج واستخدام الأشعة السينية او الإلكترونات بطاقات عالية او اشعة جاما بواسطة الكوبالت عشان تاخذ فكرة عامة عن الراديوثيرابي. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم.